بد للمسافر من رفقة وصحبة، فالراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. والمسافر مهما تكن مواهبه ومهما يكن عطاؤه ومهما تكن قدراته فإنه يبقى محدود الطاقة والقدرة ما لم يكن له أعوان يشدون أزره ويقوون أمره، يذكرونه حين ينسى، يعلمونه حين يجهل. فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، وما المرء إلا بإخوانه، كما تقبض الكف بالمعصم ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجدم. موسى صلوات الله وسلامه عليه وهو الملقب بالقوي الأمين في كتاب الله، يوم كلفه الله بالرسالة احتاج إلى المعين والوزير فقال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ماذا قال الله؟ قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وفي القصص يقول الله: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فالصاحب ضرورة ولا بد، لكن له صفات تحدده وتميزه، لعلنا نقف عندها باختصار. منها أن يكون مؤمنا، فلا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي أن يكون مؤمنا، فلا بد أن يكون عاقلا، لأن الأحمق قد يثور عليك فيغضب فيجني عليك وعليه ويبعد بك عن الهدف المرسوم الذي رسمته لك. وصدق ونصح من قال: احذر الأحمق أن تصحبه، إنما الأحمق كالثوب الخلق، كلما رقعته من جانب زعزعته الريح يوما فانخرق، أو كصدع في زجاج فاحش، هل ترى صدع زجاج يرتتق؟ كلا. وأن يكون عدلا غير فاسق، أقول ذلك لئلا يجرك إلى فسقه، ود صاحب الفسق والمعصية لو فسق الناس جميعا لئلا يصبح نشازا بينهم. وأن يكون غير مبتدع لئلا يلقي عليك الشبه فيتشربها قلبه، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة كما يقول العلماء. وأن يكون حسن الخلق غير حريص على الدنيا، وصدق من قال: شبيه الشيء منجذب إليه، وخير الكلام كلام الله يوم قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن لم يكن رفقتك بهذه الأوصاف فإني لأخشى ألا تبلغ وجهتك في سفرك، وأن تكون أجارك الله ممن يقول حين لا ينفع: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قد تفسد المرعى على أخواتها شاة تند عن القطيع وتمرض.